يا من حديثك اليول وعبر الأسلاك دش الضمير وخدر الجسم تخدير يا من حديثك اليول وعبر الأسلاك دش الضمير وخدر الجسم تخدير يوم التحدث وصغي السمع محلاك أحس قلبي بين ضلعينه يطير تنشد عن أحوالي وأنا قبل هذاك ما صار منك مبرد اليوف وبخير سالي وخالي من هواذا وهذاك أسرح وأمرح وين ما حل وأطير واليوم تشغلني عن الناس وش ياك من سلطك اللي على قلبي تغير إن كان سلطان الهواذاك فتاك يا مسب قلوب الرجال المناعير وأنا مثلهم كيف بحتال وياك ما عاد عندي في الأمر شيء تدبير تايب ولكن اللي تعرضت شرواك ليه ما يصير اليوم في شفك يصير إن كنت هوانا 10,000 هواك يا من جدانا باعث بهات بالخير.